مكملين معكم صباحنا مشاهدينا، ورح نبدا باولى فقراتنا ونحكي بمحطتنا التاليه عن رح نرصد فيها عن جماليات من الحرفه اليدويه والتطوير يلي بيرافق الحاله التراثيه، وكمان رح نحكي عن صك الملكيه للشطرنج السوري مع ضيفنا اليوم شيخ الكار في الفنون النحاسيه عدنان تنبكجي امين سر هيئه مدربي حاضنه دمر المركزية للفنون الحرفية. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. صباح الخير أستاذ عدنان. اشتقنا لك بعد زمان. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا بحضرتك. هلا بداية بدنا نبارك لك، يعني أنت ضيف صباحنا غيره مثل ما بيقولوا من أهل الدار، بنجاح بنتك هيك، وبنتمنى هيك يكون المستقبل قدامها للأفضل، وإن شاء الله المستقبل يحل لكل شبابنا الأفضل يعني. خلينا. أهلا وسهلا فيك أستاذ عدنان. اليوم عم نحكي عن الحرف الثورية السورية، ودائما أنتم عندكم ميزة قد ما حدثتوا عم تحافظوا على خلينا نقول الأيقونة التراثية للقطعة. في سابقا حكينا عن موضوع الشطرنج وكيف كنتوا عم تجهزوا له، وهي شو هي الجهود اللي بذلتوها، خلينا نرجع هيك نستذكر بعض المعلومات عنها. والله انا بدي من اللي عم يسمعونا ما يملوا، الشطرنج يستحق حلقات مطوله، لانه هذا انا اللي عملته مع فريق عملي بوجه له تحيه من خلال شاشتكم. هذا الشطرنج عملته يعني وسميته الشطرنج السوري. اول شيء في ميزه انه هو بثلاث لاعبين، واللي بده يلعب بلاعبين بيصير مع ثلاث كراسي ملكيه، وفي رقعتين طقوسه كلها من التراث السوري من الالف الى الياء، تضاريسه كلها من التراث السوري من زخارف نباتيه وزخارف هندسيه، حتى الكراسي المنجده بالبروكار الدمشقي بسبع الوان بالرسمه اللي كل العالم بتحبها روميو وجولييت، وناس بتعشق هاي الرسمه اللي موجوده ومشغوله بالنول اليدوي 100%. وثاني الاهم في المكون مرصع بالذهب عيار 21. تضاريسه مثل ما حكينا دلالات الحضارات اللي مرت على سوريا بكل احجار الشطرنج اللي عم تكون ابتداء من صلاح الدين الايوبي يعني قائد الانتصارات للملكه زنوبيا ملكه تدمر العربيه اللي حلو. كل الناس بتعرفها موصوفه بجماليتها وبقدراتها على القتال والخطط المعارك اللي كانت هي على طول وصلت لفتوحاتها لمصر. وبنجي لموضوع الفيل السوري، انا حكيت قبل هلا انه في عنا ما سابقا الفيل السوري اللي هو كانوا الناس يتباهوا خاصه الفراعنه وما قبل الميلاد، كانوا باخواننا المصريين اجوا وتصيدوا الفيل السوري يتباهى انه انا صدت فيل سوري اللي بيمتاز بانيابه الطويله. والحرفيين السوريين القدماء كانوا يشتغلوا على هي النابات، وقت كانوا يصيدوا الفيل ويستخرجوا منه الانياب العاج ويعملوا فيه شغلات كثير منيحه. بنجي لموضوع الخيل العربي وسلالاته المعروفه وامتيازه بالمعارك وسبب انتصارات مهم بمعارك الخيل العربي. بعدين قلعة دمشق، قلعة دمشق هي المكان الآمن لكل اللي كانوا يقصدوا الشام تحديدا. وبعدين بنجي لموضوع الجندي اللي هو الجندي السلطان العربي، الجندي العربي إبراهيم العطار اللي آخر معركة له كان منتصر واستشهد بيضحى بروحه ودمه وقتل ما يقارب 483 شخص بمعركة واحدة، وعملوا له نصب تذكاري الإسبان لحد الآن موجود. أنا حكيت على عوجاني. ما في شيء عن عبث اليوم. طبعاً نحن عم نشوف بعض الصور من شغلك عم نستعرضهم على الشاشة. خلينا نحكي عن صك الملكية، صك الملكية للشطرنج السوري، كيف نحن بدنا نعمله؟ طبعاً الجهة المختصة بهذا الموضوع هي الاتحاد العام للحرفيين، نوجه تحية الأستاذ ناجي الحضوي، ومقدمة أنا باسم حاطني الدمر المركزية للفنون الحرفية، حبيت أعمل هذا العمل. وصار في عنا صك ملكية، هذا بيكون صك الملكية الثاني إن شاء الله بعد ما ناخذ الموافقة اليوم الأستاذ ناجي إن شاء الله الموضوع عنده. خضع الموضوع لخبراء، أنا فرحت، خفت وفرحت، خفت من إنه يعني بتعرفي مثل داخل امتحان تماما. صحيح. امتحان مع سبعة عباقرة عظماء من سوريا، هن صاحبين القرار بشيء بخص التاريخ، شيء بخص النحاس، شيء بخص الدلالات اللي أنا عم بحكي عنها، هل يا ترى الموضوع صحيح ولا لا؟ حطوا لي خبراء مثل ما قلت لك عمالقه من جامعه دمشق الدكتور عمار النهار، بوجه له التحيه الدكتور خالد فياض، الاستاذ خالد فياض زميلنا زياد الشايب، في عندنا كمان اربع اشخاص ثانيين انا مالي حافظ كثير يعني. المهم باختصار هن طلعوا
واشرفوا على الموضوع وصادقوا عن العمل، وهل يا ترى حكي صحيح ولا لا؟ هل يا ترى الرموز بتدل على هي الدلالات ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين بالاجماع اقروا وقالوا انه هذا الموضوع يستحق سك الملكيه. هلا موضوعا عن الاستاذ ناجي، قدموا الاستاذ لؤي شكو كمان وجه له الضحيه، مدير حاضنه الضمر للاستاذ ناجي، والموضوع اليوم عنده ان شاء الله. اكيد بدنا نقول له للاستاذ ناجي الحضوي ما يعذبنا. ان شاء الله. اكيد كل الاسماء اللي ذكرتهم نصبح عليهم ويعطيكم الف عافيه. دائما انتم ضمن الحاضنه عم تشتغلوا على ايقونات كثير مهمه بالتراث السوري، ولكن وقت بنقول شطرنج يعني نحن قديم شيء عم نشتغل عليه بحداثه وبرموز جديده. اليوم في فكره، في ابداع يعني اضفنا لإلى، يعني اليوم كيف يعني هذا الابداع كيف يتولد عندك كحرفي؟ ما شاء الله اسئلتك على طول بحبها انا. هلا النجاح بيبدا اول شيء، بنصح كل الشباب والصبايا اليوم اللي حابين انه غير علمون يعني رديف العلمون انه يدخلوا دخل اقتصادي لالون وافكار انه ينتموا الها بما يخص الحرف اليدويه. ابدا ما في فرق بين الشاب وبين البنت اليوم. اول شيء انه يحب الحرفه، وين اتجاهه؟ نجاره، صدف، نحاس، الى اخره، يتجه بهذا الاتجاه. ثاني شيء مو بس يحب الحرفة، يحب صاحب الحرفة. يعني أنا بقول لفريق عملي إذا ما حبيتوني ما رح تأنجزوا، بدون يحبوا الحرفة وبدون يحبوا صاحب الحرفة اللي هو عم يشتغل معهم ويعطيهم الإرشادات. إذا عنا حب العمل، حب صاحب العمل، يعني بده بعدين الإصرار والعزيمة إنه هو ينجز. بعد ما ينجز بولد موضوع النجاح، النجاح بيجي موضوعنا والإصرار والعمل بعدين بيجي للإبداع. بعد ما يوصل للإبداع بينطلق بقى للعالمية، هل هو الانفراد بالإبداع. وأنا الحمد لله وصلت، ما وصلت للأخير. الفكرة اليوم كيف تولدت عند عدنان تنبكشي؟ يعني تولدت، أنا كنت جدي الله يرحمه كنت حب أنه كيف يشتغل بالطرق العشوائية، وحسيت أنه في عنده فن بالتنك وبالنحاس. وبعدين أنا وقت عشقت أخذت أفكار ما أنا موجودة سابقا، يعني اليوم العصرنة عم تساعد على انه هي التحفه القديمه كيف بدي خلي جيل اليوم يحبها، عم نساوي شيء عصري بدلالات الماضي. يعني فينا نقول انه في فئه مستهدفه من خلال شغلك وعملك وابداعك. عم تحكي انت هلا عن جيل قادم ممكن بالتطورات والابداع، وممكن ياخذ منك هذا الابداع وهي الافكار انت تورثه لاجيال قادمه. خلينا نحكي عن الفئه المستهدفه اكثر شيء بشغلك. هلا الفئه المستهدفه عامه الناس، يعني مو بس مني، من كل زملائي. انا بعتبر حالي لسه طريق باوله، يعني مهما وصلت للنجاح وعندي جوائز دوليه ومحليه، لكن كمان لساتني باول الطريق. النجاح ان شاء الله انا بتمنى يكون لكل واحد عم يسمعنا وما له صعب، بنبدا بالخطوات وبنمشي بمراحل ما له صعب. الفئه المستهدفه تبعنا يعني جيل اليوم، نحن سوريا بالبقلة هي الحضارات اللي مرت وانطلقت من سوريا، يعني عنا كل الأطياف بكل ما يخص الحرف اليدوية فعلا موجودة بسوريا. بالعكس في ناس بيحسدونا يعني برات سوريا وبنطلع معارض خارجية بيقولوا نيالكم، يعني نحن شبابنا والصبايا اليوم موجودين هذا الواقع قدامكم، يعني بس بدها شوية عزيمة انه يجي الواحد يتابع. بصراحة اليوم اتجاههم أكثر عم يكون على اللابتوب، على الموبايل، على البرامج. صحيح. مفيدة، لكن كمان الحرفة بتفيد أكثر وبتعطيهم وبتعطي مردود يعني جيد. كلياتنا اليوم بحاجة المادة، والوضع الاقتصادي شايفينه أنه اليوم عالمياً عم يكون متواضع وما دون المتواضع. حتى يكسب الواحد ويخلي مثل عنده مخزون موجود رصيد بالبنك اللي هي أيادي والأفكار، أيادي الحرير والأفكار النيرة اللي موجودة عنده، يتابعها إن كان شاب وإن كان بنت، وبيحصل على مردود جيد وبيأمن مثل التأمين. هذا هو تأمين على الحياة، هي الهوية السورية الموجودة اللي احنا توارثناها بما يخص الحرف اليدوية هي تأمين على الحياة للصبي وللشاب. ذكرت المتابعة، ونحن بنعرف نجاح أي عمل خاصة بحاضنة دمر دائما أنتم بتحرصوا على متابعة الشباب والصبايا. شيخات الكار تسعي صباحكم، أنا دائما معهم يعني. بتروحوا للمتابعة للكورسات للتطوير ومع الحفاظ مثل ما قلنا على الأصل بالحرفة. يعني خبرنا اليوم عن جديد الحاضنة، اليوم شو عم تشتغلوا؟ شو هي أهم الكورسات اللي عم تتبعوها؟ الحقيقة إحنا موضوع الحرف اليدوية كل ما عم نصغر العدد، يعني كان بالأول بحدود 20، اليوم 10 بنفتح دورة، 8 أشخاص
ممكن انه نفتح لهم دوره بكل الاختصاصات، لانه وعدنا مو نحكي جهات اللي وعدونا على انه يصير باص خاص لحاضنة الدمر المركزيه لحتى نسهل على موضوع اللي حابب يتعلم المواصلات. اليوم كثير مهمه. الشيوخ الكار والحرفيين والاستاذ ناجي والاستاذ لؤي قدموا وعلى طول بتوجيهاتهم انه عطوا ما عندكم. نحن اليوم كشيوخ كار عم نقدم الدورات، يعني هي ما لها مجانيه، شبه مجانيه، يعني اليوم في هدر بالمواد الاوليه، عم ناخذ نص حق. يعني اليوم التعليم مفتوح، بس التشجيع كمان بدنا نأمن له مستلزمات هاي الدورة اللي هي رقم واحد تكون مواصلات. بتعرفي كمان موضوع الكهرباء الحمد لله لا بأس فيه، نحن اليوم في عنا بعض الورشات في عندهم طاقة كإنارة وفي قاعات مجهزة على أنه نعطيهم دروس النظري والعملي مفتوح لكل ورشات العمل. يعني اليوم بدنا كمان نشجع أنه كمان يخطي خطوة الواحد، يعني مو كله بده يجي لعنده، يعني أنت تضحي شوي كواحد حابب وراغب أنك تتعلم، وكمان نحن عنا ما تبقى يعني شوية خطوات لقدام، وصدقيني أنه المستقبل واعد لكل واحد بيتعلم حرفة. أنا قلت أنه تأمين فعلا هو تأمين على الحياة وعلى أبنائه، مشروع صغير اقتصادي بالنهاية ضمن الأوضاع اللي عم نمرق فيها. أكيد أكيد، واليوم المشروع عم ينجح بوسائل التواصل، يعني بس يبدع الواحد وينتج بيساوي تحفة فنية صغيرة مو صعب على أنه يروجها، والنافذة مفتوحة على كل دول العالم. وبس نقول هاند ميد سوريا يعني شيء رائع جدا، في إقبال كبير. صحيح أستاذة، يعني اليوم من خلال هلأ الشباب الجيل الجديد يلي عم يطلع نادرا ما تلاقي أنه عم يلتفت للحرفة اليدوية أكثر. يمكن بغيب عن بالهم مثل ما ذكرت حضرتك، وما كلنا بنعرف أنه الحرفة اليدوية أي مهنة أنا بين إيدي بتكون رصيد لإلي بالمستقبل، شو ما صار معي، أنا ما قدرت أشتغل، أنا ما كذا، أنا بعرف خيط، أي حرفة بين إيدي ممكن تحميني من أي عامل مؤذي بالوضع الاقتصادي أو المعيشي. اليوم عوامل نجاح الحرفي كيف ممكن تكون أو تتكون بحياته، أو أهم ما خلينا نستذكر؟ بنبدأ بالأهل. زمان أهالينا كانوا يغصبونا، يعني أحياناً الواحد اليوم بتلاقي من بعض الحرفيين الناجحين وصار شيخ كار وصار مبدع وله اسم موجود عالمي ما كان يحب، لكن الأهل كانوا يلعبوا دور كبير. أنا بشجع الأهالي والمدارس اليوم يعملوا تشابك وروابط انه خلينا نزور، مو بالشرط الحاضنه، الحاضنه هي فيها تقريبا معظم الحرف اليدويه، اي مكان في حرفي يعملوا رحلات مدرسيه اليوم، وعم يصير لكن بطيء يعني خفيف، انه اليوم بدنا نزور مثلا مكان كيف بيتصنع الازاز، كيف بيتصنع تنزيل الصدف، كيف بده يصير موضوع النحاس. اليوم بتصير هي الرغبه بتنشا عند الطفل اخذ التوجيهات من المدرسه، بنكملهم بالاهالي. يعني اليوم الأهالي عنصر كتير استراتيجي مهم، أنه يعلموا هذا الشاب الصغير أو الصبية أنه شوف أنت بالنهاية بتصل لهذه المرحلة، يعطوه طريق النهاية وين بيوصل، بيوصل بدخل جيد، بيوصل على أنه إنسان مبدع، بيوصل على أنه اسمه انطلق لعالمية، بيوصل على توثيق هويته الوطنية، بيوصل على أنه ياخذ صك ملكية. اليوم بتعرفي الحرف كثير انسرقت، نحن بالحرب صحيح المستهدفة على سوريا بصك الملكية اليوم صارت حماية عالمية دولية بتأهلنا لدور المزادات انه ندخلها بشكل جيد، ولو انسرقت التحفة وراحت على اي بلد بالعالم نحن منطالب بحقنا انه هاي الحرفة موجود لها صك ملكية، صنعها فلان، مو بالضرورة عدنان تنبكجي، اي حدا بيكون صاحب ملكية، وعدد الافراد الحرفيين اللي اشتغلوها وشو هو خواص المعدن وشو هي تفاصيل اللوجستية وكانت المواد الاولية الموجودة فيها، صار في عنا توصيل. طب هذا الشيء سك الملكية بيحمي من انه تتاخذ فكرته، ولا تتاخذ فكرته بس بضل سك الملكية له انه هو المخترع؟ لا هلا في بعض الجهات هلا مثل وزارة الثقافة ان شاء الله انا بدي اتجه لهم بالحماية الفكرية، سؤال كثير مهم، والملكية هي للتحفة انه ما حدا يساوي مثله، او انه هون صار انا حامي هويتي، هي صارت سورية اليوم اذا انسرقت التحفة اهم شيء رقم واحد راحت على شخص ثاني، هاي معروف مين صاحبها الاساسي الاولاني، ممكن انه يبيعها لكن هويته بتضل رقم واحد انه هو اللي مصنعها، ولو بحق له يبيعها لشخص واثنين وثلاثه، لكن بتضل صانع الانجاز اللي هو رقم واحد صاحبها الاساسي. حلو. طيب استاذ عدنان خلينا نحكي عن الرساله، ودائما اي حدا فينا
كل هدف بحياتنا في رسالة بنحملها معنا. اليوم حضرتكم كحرفيين عم تشتغلوا لكم سنين، ورغم كل الصعوبات اللي نحن اليوم بنعرفها بشكل عام، كان بين الكهرباء، كان من المواد الأولية، المواصلات، وحتى إقبال الشباب والصبايا بفترة ما قلت بسبب الظروف الاقتصادية. اليوم في رسالة حضرتكم مسؤولين انكم توصلوها عالميا مو بس على المستوى السوري، ويمكن او من الاكيد اليوم خلينا نقول لعبة الشطرنج اللي دخلت عليها تحديثات الرموز المرتبطة بالتاريخ السوري كانت من احدى اهداف الرسالة. اليوم كيف عم تشتغلوا على ايصال هاي الرسالة والحفاظ عليها؟ الرسالة الاولى يعني انا بالنسبة لي كشطرنج هي رسالة عالمية مو بس محلية، انه هذا الشطرنج اكيد ماله تراثنا، لكن انا دخلت بتراثنا بهي الفكره بكل تضاريسه. يعني هو وين ما رحتي بالعالم عم يكون الشطرنج عباره عن رقعه خشبيه متواضعه ما فيها هذاك الفن، وانما في فكره. هلا انا طورت هي الفكره وساويتها، حولتها لموضوع اللي هو التراث السوري بكل تفاصيله. يعني ممكن اليوم بالعالم اي حدا بمعرض خارجي وبيشوفوا هذا الشطرنج ما بس بيحبوا موضوع الشطرنج، ممكن يحبوا الفكره والتضاريس اللي هي صارت من الزخارف النباتي. في فضول تلفتون التفاصيل الصغيره لشو بترمز اليوم. بالنسبه للرساله الداخليه برجع بقول نحن بنوجه التحيه لكل ابنائنا جيل اليوم، انه الحاضنه مو حاضنه كحاضنه الدمر، وانما الحاضنه السوريه اللي هي عم تحضن كل الحرف اليدويه او معظمها موجوده بسوريا. في ناس كثير عم يروحوا من بلد لبلد لحتى يتعلموا شلون هاي الحرفه بتصير. طيب هي موجوده عنا، ووسائل الراحه على انه يجي الواحد يتعلم موجود. في دورات سابقا ما كان في دورات، كان في احتكار. اليوم في دورات تعليميه موجوده، وفي قاعات للتعلم النظري، وفي شيوخ الكار اليوم اللي كانوا يتهموا سابقا انه ما عم يعلموا، اليوم مفتوح الباب انه تعالوا تعلموا. بعدين عندنا شيء مهم، كان الاحتكار فقط على الصبايا، على الشباب. اليوم صبايا وشباب، والصبيه ما بتقل عن الشاب الابداع. الرساله انه يجوا يتعلموا، الرساله انه كمان يتعاونوا معنا. بنوجه لهم تحيه، وزاره التربيه حتى وزاره التعليم، انه هي الحرف تدخل بهذا المنهاج، المنهاج يعني اليوم العملي ولو ساعه والعلم. اسبوعيا يعني يا سلام كثير من ضمن نشاطات. خلينا نقول الزيارات المتتاليه سواء على الحاضنه او اي مكان في ابداع، انه يجوا هالاطفال ويشوفوا قدام عينهم، بيصير حبهم، بيصير عندهم شغف اكثر. وبنورجيهم كل مره فيلم وثائقي دقيقه او دقيقتين حتى يكون بمنهاج المدارس، اذا ما بدهم وفي صعوبات بالتواصل انه يجوا على المكان اللي فيه حرة ياخذوا فيلم صغير، واحنا على استعداد نقدم لهم افلام وثائقيه صغيره كيف هي الحرفه من الالف الى الياء وكيف تطورت. بصير في شغف عند الطفل، والله انا بدي اطلع مثل الشخص اللي عم شوفه قدامي، مو بالضروره انا، اي حدا ثاني عنده ابداع حيتطور ويحط بباله وتصور هون نشأة العزيمة وفي نجاح. صحيح. خلينا بس نوقف بآخر دقيقتين عند الصعوبات اللي ذكرتها حضرتك. كل حرفي كل حرفية رح يواجهوا صعوبات بحياتهم، خصوصا هلأ نحن بوضع معيشي كل العالم عم تشكي من الغلاء والوضع المعيشي ما نو كتير ظابط، أكيد رح يواجهوا صعوبات. أهم خلينا شو نصيحتك لإلهم هدول الحرفيين بمواجهة هدول الصعوبات؟ سؤالي لإلك أو جوابي لسؤالي الصبر. نحن الحرفي المبدع والناجح أي حرفة وأي مهنة، اليوم الطبيب إذا ما عنده صبر ما بينجح، ونحن إذا ما عندنا صبر كبير ما بننجح. بدنا نتحمل شوي لحتى نحصل بالنتيجة. كله عم يتصمد مثل ما بيقولوا بالعامية مكمورة، عم يتصمد. اليوم ما قدرنا نحصل، بكرة ما قدرنا نحصل، بعد بكرة أو اللي بعده رح نحصل. يعني الزمن قادم، في تفاؤل، وفي انت اليوم في ثمره رح تقطفيها بالنهايه اللي لازم تقطفيها. اليوم الصبر رقم واحد، وهو بيعطينا مشروع النجاح، ولا بد من النجاح طالما في عزيمه وبيتواكب مع الصبر، معناتها النجاح حليفنا 100%. والوضع الاقتصادي مثل ما قلتي اليوم شوي متواضع، لكن بالمستقبل وقت انا عم صنع تحفه قعدت شهر واثنين وثلاثه، لو بدي اتدين مصروف بيتي، لكن بعد ما انا ابيعها وحدا يقتنيها بروح بسد الدينات اللي عندي وبتنعم بهذا النعيم اللي الله اعطاني. ان شاء الله. اليوم رساله الصبر للجميع استاذ عدنان، يعني مو بس الحرفيين. تحياتنا لكل الاشخاص المتواجدين بحاضنه دمر ولكل شيوخ الكار والصبايا. اليوم كمان نحن فخورين بكل عمل عم يشتغلوا عليه الصبايا بالظروف الموجوده حاليا. ودائما اليوم عم نستضيف ضمن صباحنا اشخاص عندهم المشروع الخاص لهم، من كان من حاضنه دمر او خارجه. فبنرجع
اصبح عليك مره ثانيه ونتمنى لكم كل التوفيق بعملكم. شكرا لك ولحضورك. صباح النور. انا بشجع كل واحد عنده ابداع ما يخبيه، يتابعه ويبدا بخطوات العمل، ولابد ما يصل الابداع إن شاء الله. ملك لكل الناس. اهم شيء انه لابد انه تصل، يعني شو ما كانت حرفتك شو ما كانت مهنتك. بدنا نتشكر وجودك معنا استاذ عدنان، وشكرا لك. صباحكم مبارك. يا اهلا.